نشاط السيد الرئيس النهارده كان في اجتماعين للرئيس. الاجتماع الاول كان لمتابعه جهود وزاره الكهرباء الخاصه بالتغذيه الكهربائيه للمشروعات القوميه على مستوى الجمهوريه، وخلال الاجتماع ده الرئيس وجب بتوفير الموارد الماليه الخاصه بالمشروعات، مشروعات التغذيه الكهربائيه تحديدا بقى للشغل الخاص باستصلاح الاراضي في على امتداد الرقعه الجغرافيه للجمهوريه، وهيتم الاخذ بعين الاعتبار طبعا اهميه المشروعات دي انها هتزود الرقعه الزراعيه وهتوسع كمان نطاق الامتداد العمراني وانشاء مجتمعات جديده، ده كله في اطار الاستراتيجيه التنمويه المتكامله للدوله. ده بالنسبه للاجتماع الاول. الاجتماع الثاني للرئيس كان لمتابعه نشاط صندوق مصر السيادي، ووجه الرئيس بقيام الصندوق ده بتعزيز الاستغلال الامثل لاصول وممتلكات الدوله وتطويرها بشكل مستدام لتعظيم العائد منها ولصون مقدرات الاجيال الحالية والقادمة.